السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بخير وعافية. سعيدين إن احنا نسمع صوت حضرتك. الله يسعدنا وياك بالإيمان يا رب، ويسعدنا وياك بذكره. الله يسعدنا وياك بذكره ربنا يبارك في يا حضرتك رب. يا رب. وإياكم وإياكم. الشيخ معلش إذنك، سؤال. هو لو الوتر صلينا مع الإمام وتر وحد حابب يصلي يعني بعد كده، لا بأس، صلي مثنى. مثلا ما أجيبش وتر تاني؟ هذا رأي قال به بعض علماء الصحابة، قالوا تصلي ركعة أخرى تشفع لك ما قد سبق، ثم تصلي مثنى ثم توتر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر، فبه نأخذ والله أعلم.